رئيس الجمهورية يستقبل بقاس الرئاسي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، واللقاء يتناول أوجه التعاون القائم بين البلدين. مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل للمساهمة في تمويل مشروع التناسق وتحسين الإحصاء في غرب ووسط إفريقيا. الوزير الأول يدعو خلال دورة لإدارة العمل الحكومي للوزراء الجدد إلى تطوير الخدمة العمومية وبناء إدارة مهنية وفعالة واعتماد المرجعيات الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني أمس بالقصر الرئاسي وزير التربية والتعليم الإماراتي السيد أحمد بن عبد الله حميد بلهول الفلاسي. تطرق اللقاء لمجالات التعاون بين البلدين وسبل الدفع به نحو آفاق أرحب خدمة للمصالح المشتركة لدى الشعبين الشقيقين. جرى الاستقبال بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية السيد المختار للجاي ووزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليم السيد المختار داهي، بالإضافة إلى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بلادنا. وبعد اللقاء أدلى وزير التربية والتعليم الإماراتي لقناة الموريتانية بالتصريح التالي: بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ العغزواني، حيث نقلت له تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وهي مناسبة للتنويه بمتانة العلاقة التاريخية بين الشعبين الإماراتي والموريتاني، والمستمرة على النهج القويم الذي أسسه والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبتكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. انتقلت إلى نواكشوط حيث حظيت بهذه المقابلة مع فخامة الرئيس، وأبلغت فخامة رئيس الجمهورية رسميا بقرار دولة الإمارات بإنشاء جامعة في موريتانيا معنية بتخصصات علمية، نأمل أن نبدأ في الإنشاء إن شاء الله في العام المقبل. ستكون هذه الجامعة تستقطب مجموعة من الشباب الموريتانيين الذين يرغبون بالتحاق بتخصصات علمية. نحن نقدر أهمية الاستثمار في الإنسان والاستثمار في التعليم، وتأتي هذه الخطوة لتجسيد العلاقات ما بين الدولتين، ونتطلع إن شاء الله لتنفيذ هذا المشروع في أقرب فرصة، ونتمنى التوفيق لجميع إخواننا في موريتانيا. اجتمع مجلس الوزراء صباح أمس بالقصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل الموقعة بتاريخ 8 يونيو 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تناسق وتحسين الإحصاءات في غرب ووسط إفريقيا. يهدف مشروع القانون هذا إلى تحسين الأداء الإحصائي للدول والتنسيق الإقليمي والوصول إلى البيانات واستخدامها وتعزيز تحديث النظام الإحصائي في الدول المشاركة. على المستوى الوطني يأتي المشروع الحالي لدعم خطة العمل الأولية الخمسية 2021-2025 لآخر استراتيجية وطنية عشرية للتنمية الإحصائية 2021-2023، والتي تهدف إلى بناء نظام إحصائي فعال ذي مصداقية في أفق 2030 مسود بموارد كافية مع إطار قانوني وتنظيم مناسب، حيث تلبي مخرجاته الاحتياجات السياسية الوطنية التنموية واحتياجات المستخدمين. وعلى المستوى الإقليمي فسيقوم المشروع بدعم الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي من أجل المواءمة مع استراتيجية تنسيق الإحصاءات في إفريقيا 2017-2026 للجنة الاتحاد الإفريقي، مع الالتزامات الجهوية والعالمية لأفضل متابعة لأهداف التنمية المستدامة.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين: مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتضامن الصحي، مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة بدر الجديدة تجمع بدر بلدية أم لحياض مقاطعة العيون ولاية الحوض الغربي وبإعلانه ذا نفع عام. يأتي هذا المخطط في إطار جهود السلطات العمومية في مجال تجمع البلدات، وهو ما سيمكن المواطنين الموجودين في مختلف القرى والبلدات من الولوج إلى الخدمات والشبكات مع إنشاء إطار عمراني ملائم وحديث طبقا للقواعد العمرانية مع ضمان السكينة والأمن. ويغطي مخطط تقطيع مدينة بدر الجديدة مساحة إجمالية تقدر ب 254 هكتارا، ويحتوي على قطع أرضية صالحة لأغراض السكن، قطع أرضية صالحة لأغراض التجارة، احتياطات عقارية مخصصة للمنشآت العمومية، ساحات عمومية، ساحات خضراء، منطقة احتياطات عقارية، الطرق والشبكات. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمرتنين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. هذا وعلق كل من وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح ترابي في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. ملخص لأبرز ما تناوله المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة يستعرضه التقرير التالي. قررت الحكومة في اجتماعها اليوم على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات طالت عديد القطاعات الحكومية، ومن بين مشاريع القوانين والمراسم تلك مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة بدر الجديدة ببلدية أم لحياض باعتباره ذا نفع عام. استعرضه وعلق عليه وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة. هون نختار نوه على أنه هاي ثالث مخطط عمراني يقام في ولاية الحوض الغربي بشكل عام، اللي فتنا انهينا العمل في تام شكط، مدينة تام شكط، مقاطعة تام شكط وفينا ضرك عندنا مهندسين يشتغلوا حالا ضرك في مدينة العيون اللي عاصمة الولاية. وهذا اليوم نتكلم عن التجمع الجديد اللي الهدف منه توفير الخدمات العامة في مكان واحد يقدروا يستفادوا منها المواطنين، وذاك في إطار الحد من سياسة التقري العشوائي اللي يعرفها البلد للأسف. هون نقول على انه هذا يدخل في برنامج فخامة رئيس الجمهورية اللي يسعى للتطوير العمراني في مختلف مدن البلاد. عنه داروا قد يعودوا شو الناس يستغربوا على انه دائما يجوهون عندنا مخططات، يا قدرت نعرف نتيجتها بعد سنوات، لان ذاك هو اللي يخلي تعود عندنا مدن معدلها نسق عمراني حديث وتقد تنمى نمو طبيعي، وذاك هو اللي يساعد هذا اللي قالوا فوضى العمرانيه وذا اللي قالوا القصار وذاك الشيء. دونك هون الدوله ماضيه في هاي السياسه، ودار نشهد ان شاء الله تخطيط مزيد من عواصم الولايات والمقاطعات بوتيره متسارعه. درك كيف قلت المرات الماضيه على انه اشتغلوا تقريبا في 13 مدينه.
ومن بين ردود وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة رده على سؤال متعلق بوضعية مطار واذيبو. كما تعرفوا بعد دراسة وعدلت على مستوى مطار واذيبو جيوتكنيكية، ولاحظ أن المدرج من نفسه مات لصالح النوع الأساسي اللي هو نوع من الطيارات مات لصالح له، وبالتالي ووقف عن ملاحة الجوية فيما يخص النوع من الطيارات، وتم تكليف شركة أتتام بإعادة تأهيله من جديد، وبدأت فيه في الفعل، بدأت في البداية في الدراسات، والدور إن شاء الله في القريب العاجل يؤتوه. وردا على سؤال حول تصنيف موريتانيا من طرف أحد المراكز باعتبارها تحتل مركزا متقدما على لائحة الدول التي يكثر بها تبييض الأموال، رد الناطق باسم الحكومة: نختار نقول عن في هذا الإطار، لأن مرتين تلاونا قبل نوع من المعلومات، رجعوا للمؤسسات ذات المصداقية دوليا، ذات المصداقية بها اللي عندها الآليات، عندها المنهجية، وعندها الآليات الكفيلة اللي تقدر بها ولا تقيم بها وضعية بلد. وهون نختار نقول لكم عن بلدنا، الحمد لله تم تكريمه وتوشيحه ماله 3 أسابيع من طرف المنظمة الدولية للشفافية. بلدنا تم الاعتراف من طرف الوزارة الخارجية الأمريكية بتحسن جيد من بين 27 دولة، تحسن جيد في حكامته المالية بصفة عامة. بلدنا ملي نختار نقول عن باعتراف من صندوق النقد الدولي وبن البنك الدولي عن البلد، الحمد لله عنده اقتصاد قوي، وانه ماشي على الطريق السديد اللي ماشي عليه، وانه كافة المؤشرات الاقتصادية تم التحكم فيها بكل مصداقية وكل أمان. وبخصوص سؤال متعلق بالتغييرات التي شهدت الحكومة خلال التعديل الوزاري الأخير ودلالاتها، رد الناطق باسم الحكومة: حكومة واحدة متكاملة وفريق عمل يعمل بليدة واحدة، والربط بين الوزراء قائم في الفعل. سياني صار بين وزارة البترول ووزارة الاقتصاد، والله بين وزارة الصحة ووزارة التعليم، والله بين وزارات الخلات اللي خلق فيهم التباد، انه قائم ومستديم ويومي وساع، حتى انه آني في اي وقت تبادل بيننا من اجل تكميل العمل. فيما يخص ان الحكومة في بعض الوزراء خدم له سنوات، اختير الصحح هون شوي، ما فيه وزير مهما كان يشتغل شخص، وزراء موريتان يشتغل موريتان والحكومة موريتان، ولا ينقال الفاظ وزير فلان والله فلان والله فلان والله فلان، وهذا مواطنين موريتانيين عندهم خبرة عالية وعندهم تكوين عالي، ومن المهم ان فخامة رئيس الجمهورية اختر يدمجهم في الحكومة من اجل الاستفادة من خبرتهم ومن تجربتهم. ترأس الوزير الأول السيد محمد البلال مسعود أمسي بالوزارة الأولى دورة لإدارة العمل الحكومي للوزراء الجدد، حيث هنأ الوزراء الجدد على الثقة التي منحهم إياها رئيس الجمهورية، متمنيا لهم النجاح في المهام المستندة إليهم. وأكد الوزير الأول خلال هذا الاجتماع ضرورة تطوير الخدمة العمومية ككل وبناء إدارة مهنية وفعالة مبنية على النتائج، مع المراقبة الدورية وتقييم مستويات تحقيق الأهداف لتصحيح الخطط والبرامج أو إعادة توجيهها. وشدد في هذا المضمار على ضرورة أن يضع الجميع نصب أعينهم على المقام الأول المرجعيات الأساسية التي يقوم عليها العمل الحكومي وفق الرؤية الاستراتيجية التي أسس لها رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي، والتي تم تنزيلها في بيان السياسة العامة للحكومة وفي الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية وفي رسائل التكليف الوزارية، بالإضافة إلى استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. ودعا الوزير الأول إلى ضرورة إعطاء دفع قوي لوتيرة إنجاز المشاريع والبرامج الحكومية المرسومة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الضرورية
لتطوير العمل وتحسين أداء الإدارة من خلال إدخال التقنيات الجديدة في طريقة العمل له. وقد حث في سبيل تحقيق ذلك على العمل بروح الفريق المتماسك والتضامن وتكريس سنة التشاور والتحلي بروح المسؤولية والجدية واحترام النصوص والمساطر المعتمدة ومراعاتها في كل ما يقومون به، وذلك من أجل تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن وتأمين المساواة في هذا النفاذ إلى الخدمات وتقريبها، داعيا إلى الصرامة في التزام قواعد الشفافية ومبادئ الحكامة الرشيدة في تسيير الموارد وتدبير الشؤون الإدارية والعمومية وإعادة الاعتبار لقيم العمل واحترام الجدارة والاستحقاق وتدعيم الإنجازات وتعزيز العمل الجماعي. وقد استمع المشاركون إلى عروض قدمها أعضاء ديوان الوزير الأول حول متطلبات وآليات تنسيق وتقييم العمل الحكومي ومسار إعداد النصوص القانونية. أشرفت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صباح أمس بمقاطعة دار النعيم على تسلم كميات من المعدات المدرسية لصالح التعليم ما قبل المدرسي، وقد تم اقتناء هذه المعدات والتجهيزات على نفقة الدولة لصالح 400 قسم من أقسام التعليم ما قبل المدرسي في مختلف ولايات الوطن. تجهيزات وأدوات للتعليم والترفيه والتسلية هي معدات اقتنتها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة لصالح الأقسام التحضيرية، وذلك استعداداً للسنة الثانية من المدرسة الجمهورية للتعليم ما قبل المدرسي، وتشمل طاولات ومقاعد وسبورات إضافة إلى ألعاب متنوعة. شرفت اليوم على رفقة السلطات الإدارية والمحلية في ولاية نواكشوط الشمالية على تسلم كمية من المعدات المدرسية لصالح الأقسام التحضيرية ضمن خطة تعليم ما قبل المدرسي اللي اطلقناها السنة الماضية برعاية السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، اللي لا يتمكن من تجهيز زيادة على 400 قسم تحضيري للأطفال في إطار التعليم ما قبل المدرسي. طبعا نذكر هون عن هذه الخطة ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية اللي تعهد بولوج 100,000 طفل للتعليم ما قبل المدرسي قبل نهاية مأموريته. يشار إلى أن هذه التجهيزات هي أكبر كمية تم اقتناؤها لدعم التعليم ما قبل القاعدي، وسيتم توزيعها على الأقسام التحضيرية في المدارس الابتدائية والمحاضر على عموم التراب الوطني. أدى 14 وكيلاً من سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي صباح أمس بقاعة المحكمة العليا اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا السيد الشيخ أحمد ولسيد أحمد، وبحضور الأمين العام للمحكمة وكالة السيد محمد يسلم الخالد ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي السيد محمد لمين ولسيدي وعدد من القضاة المختصين في المحكمة. ودعا رئيس المحكمة العليا السادة الوكلاء بأسمائهم إلى تأدية اليمين القانونية بنصها المحدد تمهيدا لممارسة مهامهم بشكل رسمي. مشاهدينا الكرام، نهاية نشرات الكرم بالعناوين. الجمهورية يستقبل بقصر رئاسي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، واللقاء يتناول أوجه التعاون القائم بين البلدين.
مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل للمساهمة في تمويل مشروع تناسق وتحسين الإحصاءات في غرب ووسط إفريقيا. الوزير الأول يدعو خلال دورة لإدارة العمل الحكومي للوزراء الجدد إلى تطوير الخدمة العمومية وبناء إدارة مهنية وفعالة واعتماد المرجعيات الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية. شكرا على كرم المتابعة، دمتم في أمان الله.